السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل الدخول لموضوع الدوكر لازم نفهم الفيرتشواليزيشن. مهم جدا انه احنا نطلع على الفيرتشواليزيشن ونفهم ماذا تعني الفيرتشواليزيشن، بمعنى انه انت تستخدم الاوبريشن سيستم في داخل اوبريشن سيستم اخر، او ممكن نقول انه احنا ممكن نستخدم مثلا عندنا كثير من عندنا استخدموا الفيرتشوال بوكس، في ام وير، الكي في ام. فكرتها انه انت تقدر تستخدم اكثر من نظام في داخل نظامك الاساسي. يعني الان انا عندي فيدورا، ممكن انا استخدم الفيرتشوال بوكس واحمل عليها الانظمه اللي اريدها، يعني سنتوس، اوبنتو، ديبيان، كالولينكس اللي انا شرحت عليها عن طريق الفيرتشوال بوكس. لاحظ كم نظام، ويندوز 7، اكس بي، والى اخره من انظمه. هذه فكره الفيرتشوال بوكس او فكره الفيرتشواليزيشن. الفيرتشواليزيشن بيتكون من الهوست، هذا ممكن نعتبره هوست سيرفر. هذا الهوست سيرفر لازم يكون عندك الهايبرفايزر اللي يوفر لك اياه، في ام وير او فيرتشوال بوكس، على اساسها تقوم بتنصيب الاوبريشن سيستمز، وبعدها تنصب اللايبريز، المكاتب والبنز، وبعدها تحمل الابلكيشنز. الفوائد من الفيرتشواليزيشن انه ممكن تشغل اكثر من نظام في نفس الجهاز. ايضا من السهل انه انت تعمل له مينتنس، صيانه، وايضا ريكفري. اضف الى ذلك انه تقلل من الكوست، تكاليف للمالك، لانه انت ممكن تحمل على اكثر من نظام في كمبيوتر واحد بدل ما تشتري حاسوب. لكن نفس الوقت مثل ما احنا نعرف انه الفيرتشواليزيشن عنده ادفانتج، اكيد بالطرف الاخر عنده ديس ادفانتج، سلبيات، الا وهي تشغيل اكثر من في امز. يعني احنا نلاحظ هذا الفي ام، هذا الفي ام، هذا الفي ام، 6 في امز انا عندي، ممكن انا يكون عندي اكثر من 12 في امز. بمعنى المالتيبل في امز يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى عدم الاستقرار، بالتالي يؤدي على البرفورمانس، الاداء. نفس الوقت الهايبرفايزر هو مو شيء افكتيف، او مثلا ليس بشيء الفعال جدا انه نقارنها بالهوست اوبريشن سيستم. يعني الان انا محمل الفيدورا في كمبيوتر الاساسي، لكن لما اجي اعمل مقارنه مع مثلا ديبيان محمل في داخل فيرتشوال بوكس، اكيد المقارنه كبيره جدا، اكيد الفيدورا حيغلب. نفس الوقت البوت بروسيس لما يجي يعمل النظام الموجود في داخل نظام اخر، لما يجي يعمل بوت حيكون ابطا بكثير ويحتاج وقت. طيب ما هو الدوكر؟ او خلونا نشوف الدوكر كيف يتنافس ويفرق عن ال virtualization. مش هذا ال presentation، عفوا، يمكن هذا ولا هذا. also this، مو هذا، خلينا نشوف، يمكن هذا، اعتذر جدا. اوكي، هنا الفيرتشوال ماشين اللي احنا نستخدمه، يعني مثل فيرتشوال بوكس او مثلا الفي ام وير، نلاحظ انه احنا لازم يكون عندنا سيرفر في حاسبتنا، نحتاج يكون عندنا ايضا هوست كيرنل اوبريشن سيستم. يعني النظام ممكن يكون ويندوز سيرفر، ممكن يكون سنتوس، ممكن يكون ريد هات، المهم النظام اللي انت تختاره. بعد ذلك تحتاج الى شو؟ تحتاج الى تحتاج الى الهايبرفايزر اللي بيوفر لك اياه الفي ام وير او الفيرتشوال بوكس او الكي في ام. بعد ذلك تقوم بتنصيب الانظمه، مثلا هذا النظام الاول الجيست اوبريشن، هذا النظام الثاني هو الجيست اوبريشن. بعد ذلك تحتاج الى تنصيب الملفات الضروريه او تحميل الملفات الضروريه للغه اللي انت حتشتغل عليها. اخر مرحله هو بناء تطبيقك، وهذا ايضا بناء تطبيقك. بينما الدوكر بيقول لك انه السيرفر والهوست حيكونوا من ضمني، حيكون شادو، بمعنى انه انت ما بتشوف هذا الطرف. الهوست والسيرفر حيكونوا من مهمة الدوكر انه يوفرها لك. كل اللي تحتاجه انت تحتاج الى البن لايبريز، بمعنى المكاتب الضرورية لإنشاء تطبيقك اذا كان بي اتش بي او بايثون او جافا، وعلى اساسها تبني تطبيقك انت. هذول الاثنين احنا بنسميها بالكونتينر، الحاويات، او كونتينرز، الحاويات. هذا بيوفر لك اياه الدوكر، معناته الدوكر حيتعامل مع الكونتينر،
كبلاتفورم. وهذا الباكج بيحتوي على كل الابليكيشنز والديبندنسيز اللي انت تحتاجها لعمل الكونتينر، وهذا تطبيقك حيشتغل على كل الانفايرومنت. طبعا الدوكر تم تصميمه على لينكس. طيب خلونا نشوف التايم. جميل جدا، 5 دقائق. اذا نشوف فايل اخر، يعني مثلا اذا احنا جينا قارنا، لاحظ اليوم لما نشيك الكونتينرز مع الفي امز، يعني الفي ام وير اللي انت تتعامل معها في حاسبتك في الفي ام وير او كان الفي بوكس، هو يعادل الكونتينرز في الدوكر. اليوم لو نجي نفكر شوي، يعني مثلا اذا احنا عندنا مثلا سيرفر، هذا السيرفر احنا اعطينا له مثلا 20 جيجا. هذا ال 20 جيجا لما انا اجي اقسمها، فليكن مثلا اقسمها للحاسبه الاولى، الحاسبه الثانيه، الحاسبه الثالثه، الحاسبه الرابعه، بمعنى اخر ممكن انا اضع لهذا 5 جيجا رام، هذا 5 جيجا رام، هذا 5 جيجا رام والى اخره، الثانيه ايضا 5 جيجا رام. احتاج الاوبريشن سيستم، يعني مثلا اذا نصبت الويندوز، الويندوز اتليست على الاقل انه يحتاج الى مثلا 4 جيجا رام، يبقى لك 1 جيجا فقط لتشغيل تطبيقك. بالطرف الثاني ممكن انه هذا يكون لينكس، ممكن يحتاج الى 2 جيجا رام، يحتاج تطبيق 3 جيجا رام والى اخره من تقسيمات. هذا بالنسبه للفيرتشواليزيشن الاعتياديه. لو نجي نفكر بالدوكر، الدوكر يقول لك اذا انت عندك 20 جيجا رام، فانت كل اللي تحتاجه هو 5 جيجا، وهذا ال 5 جيجا انا حاعطيها لابلكيشنك. لاحظ الفرق الكبير، هذا 5 جيجا اخر تريده اذا لابلكيشنك. الاوبريشن سيستم والكيرنلز، هذه الاشياء عايده لمن؟ الهوستنج عفوا، اوبريشن سيستم والسيرفرز، هذا عايد لدوكر. دوكر هو اللي يتكفل باعطاك الرام المناسب، بمعنى اخر انه الميموري اللي انت تختاره بالضبط حجم الرام اللي تعطيها للدوكر او الكونتينر الواحد في الدوكر حيكون بالضبط يتم استخدامها للابلكيشن. فبالحاله نلاحظ انه اقوى بكثير. نفس الوقت لو نجي نقارن بالنسبة للكونتينرز، هنا نلاحظ مثلا لو جبنا بهالشكل، نلاحظ انه في الكونتينر عندنا الابليكيشن، هذا ابليكيشن، هذا ابليكيشن. ممكن الهايبرفايزر اذا انصاب الفي ام وير، اذا انصاب بمشكلة معينة، بمعنى هذا الاوبريشن سيستم حيكون فيل، هذا الاوبريشن سيستم حيكون فيل، هذا الاوبريشن سيستم حيكون فيل، بينما الدوكر هو يضمن لك انه هذا حيكون ما وراء الكواليس. بمعنى اخر التطبيقات اللي انت حتصممها، كل تطبيق من هذه التطبيقات هي منفصلة بشكل كامل، معزولة عن التطبيق الاخر، يعني التطبيق الاول مش حيشوف التطبيق الثاني نهائيا. مش بس هذا الشيء، لكن ايضا ممكن احنا نشوف اذا اجينا مسحنا هذا، اوبس هذا بيمسح الكل، اوكي. طيب اذا اجينا احنا عملنا له اوبن مثلا ديسكارد، نختارها مره اخرى. لاحظ هنا انت عندك في حاله البيلدينج والديفلوبمنت، يعني انت اذا جيت صمام التطبيق مثلا هذا الاوبريشنز، سوري مثلا وين القلم، هذا القلم، مثلا انت عندك الاوبريشن سيستم هنا، انت فليكن النسخه اللي بتستخدمها انت ليه بهذا اللون اسود، طيب فليكن انه انت بتحتاج تبني تطبيق على الديجانجو مثلا او جانجو، في بعض الناس بيسموها اللي هي باستخدام بايثون، فليكن انه انت تعمل تطبيق معين للويب باستخدام البايثون، هذا البايثون المستخدم في هذا الجست اوبريشن سيستم هو فيرجن 2، بينما البايثون المستخدم في هذا الاوبريشن سيستم هو بايثون 3. بهذه الحاله انت حيكون عندك مشكله لما تجي تنقل تطبيقك او تنقل مشروعك للكاستمر اللي بينتظر من عندك انهاء موقع مثلا، فليكن برنامج معين، فليكن تطبيق معين. اختلاف الفيرجنات، اختلاف النسخ، يختلف معها المكاتب اللي انت حتستخدمها لانشاء هذا الويب او هذا التطبيق. فبالحالة ممكن انت تعطيها لصديقك او تعطيها للمشتري، لما يشتريها من عندك يلاحظ انه عنده مكاتب ناقصة، او ممكن يكون عنده هو بايثون 3 وانت قمت بتصميمها بالبايثون 2، فهنا حتحدث عندك مشاكل. اضف الى ذلك انه تطبيقك اللي يتخرج من الفيرجن 2
ما ممكن أعطاها لصديق إلا إذا كان هذا محمل كل البايثون 2 ومع مكاتب الأساسية. الأوبريشن سيستم أو الكونتينرز اللي بتشتغل عليها الدوكر بيقولك أنت حتى لو كان عندك الفيرجن 2 للروبي أو للبايثون، الفيرجن 1 للبايثون، أنت ما عندك مشكلة لما ترسلها للمشتري أو ترسلها لمديرك في العمل. ليه؟ لأن أنت عندك الدوكر أصلا بيشتغل على الأوبريشن سيستم هو اللينكس. بمعنى آخر أنه أنت عندك إذا لما تيجي تشتغل على الكونتينر أنت بتشتغل على هذا الابليكيشن على أساس الفيرجن 2. مديرك لما يجي يستخدم الإيمج اللي أنت صنعته على الفيرجن 2 من الطبيعي أنه يوفر له المكاتب ويوفر له بايثون 2. وحتى إذا أنت اشتغلت على فيرجن 1 أكيد لما مديرك يجي يشوف المشروع كبرودكت أنت عملت له أيضا حيشوفه كفيرجن 1. بهذا الحالة أنت سهلت كثير أنه أنت تجي للمستخدم وتقول له قم بتحميل هذه المكاتب الأساسية. بالحالة الديفلوبر حيكون مرتاح، ونفس الوقت الشاري أو مديرك في العمل اللي طلب من عندك التطبيق حيكون مرتاح أكثر، لأن الاثنين ممكن يوصلون لنفس الكونتينر ونفس اللايبرري والملفات البنز اللي يحتاجها لأي لغة برمجية حتكون موجودة بكل الأطراف. خلونا نشوف التايم، نوقف نكمل الدرس القادم.